السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد ومقارنة مختلفة جديدة من عالم السيارات. في العادة لما بنقارن ما بين عربيتين في نفس الفئة الحجمية أو السعرية، أو بنقارن ما بين فئتين مختلفتين من نفس العربية، لكن أول مرة نقارن ما بين جيلين مختلفين من نفس العربية. النهاردة معانا أودي A3، الجيل القديم أو آخر إصدار من الجيل الأول تحديدا، اللي هو موديل 2020 أو 2021، ومعانا الإصدار الأول من الجيل الثاني من أودي A3 موديل 2022. النهاردة هنتكلم عن طرازين، هنتكلم عن الجيلين وأبرز الفروق اللي حصلت في الجيل الثاني، اللي من خلال الريفيو هنتعرف عليه وعلى كل التفاصيل الجديدة اللي صدرت في أودي A3 2022. بعد الفاصل هناخد لفة حوالين عربيتين وبعد كده نرجع نكمل. الجديد اللي حصل في الجيل الثاني من اودي A3 اللي حصل كتير قوي 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 هنتكلم عنه دلوقتي. يمكن ابرز تغيير حصل ان احنا بنقول دلوقتي على اودي A3 في موديل 2022 الجيل الثاني الجديده كليا، وكلمه الجديده كليا دي معناها انه في تغييرات حصلت مش بس على مستوى الشكل الخارجي والتصميم الخارجي للعربيه، لا، في تغيير كمان حصل في منظومه الحركه، وفي تغيير كبير كمان حصل في الانتيريور بتاع العربيه، وبالتالي بنقول الجديده كليا. غير كده كمان طالما بنقول الجديدة كليا والتغييرات دي كلها حصلت، فأكيد هياخدنا لتغيير في السعر. أكيد سعر العربية اختلف تماما في جيلها الثاني وموديل 2022. في الجيل الأول اللي معانا هنا دي الفئة الأولى من الجيل الأول، بتنزل بسعر 475,000، أما الفئة الثانية من الجيل الأول بتنزل بسعر 555,000 جنيه، ومعرفش إذا كانت متاحة دلوقتي أو لا، بس أعتقد إن هي أوت أوف ستوك. أما الجيل الثاني موديل 2022 أودي A3 الجديدة كليا فبتطرح برضو بفئتين، الفئة الأولى سعرها 585,000، والفئة الثانية اللي هي الإس لاين اللي معانا النهاردة بتنزل بسعر 650,000، ودي برضو كلها الأسعار الرسمية الخاصة بالعربية، وهي نفس الأسعار اللي هتلاقوها موجودة هنا في معارض محمد زكي، اللي حابب أتوجه بالشكر الجزيل ليهم على إن هم أتاحوا لنا الفرصة لتصوير الجيلين المختلفين من العربية، وأتاحوا لنا الفرصة كمان إن إحنا دايما بنصور عندهم عربيات، وطبعا دي دعاية مجانية للمكان الحقيقة، لأن هم يستحقوا أكتر من كده كمان. وطبعا زي ما قلت لكم الاستيكر الموجود الخاص بجهاز حماية المستهلك هنا عليه الأسعار الرسمية للعربية، لأنه معارض محمد زكي موزع معتمد لكتير من العلامات التجارية واللي منها أودي. طيب تعالوا بقى نبدأ نتعرف واحدة واحدة كده على التفاصيل الخاصة بالجيل الثاني من أودي A3 وأبرز التغييرات اللي حصلت فيه، ولنبتديها طبعا بالتجهيزات أو التغييرات الخارجية اللي حصلت في البادي كيت بتاع العربية، ولنبتديها بالمقدمة وبعد كده هنتكلم على منظومة الحركة والجنب والظهر والإنتيريور بتاع العربية بشكل عام. وطول ما احنا ماشيين هنقارن ما بين الجيل الأول والتغييرات اللي حصلت في الجيل الثاني. يلا بقى نبتدي بمقدمة العربيتين، يلا بينا. أبرز تغيير باين قدامنا في مقدمة العربية ومش محتاج كلام كتير هو الشبكة الأمامية. الشبكة الأمامية هنا بتيجي بلون رصاصي لامع أو البيانو جري، وبتاخد شكل خلايا النحل، أما هنا فكانت واخدة شكل الريش زي ما احنا شايفين كده، وبيبقى لون أسود مط شوية. هنلاحظ كمان إن الشبكة الأمامية هنا حجمها بقى أعرض شوية، واخد جزء أكبر من مقدمة العربية. العربية بشكل عام بقت أعرض وأبعادها كمان اختلفت عن الجيل الأول، هنتكلم عن الأبعاد دلوقتي. هنلاحظ كمان فتحات التهوية الفيك اللي موجودة هنا اللي هي بتبقى حقيقية في الأودي الـ A5 اللي شفناها قبل كده، بتبقى واخدة شكل رياضي أكتر من العربية، لكن هنا بتيجي فيك مش حقيقية. السنسورز الركن الأمامية كمان موجودة هنا ستاندرد في الفئة الثانية وفي الفئة الأولى كمان من الجيل الثاني من الأودي الـ A3. هنلاحظ كمان الكروم أو التريم الكروم أو الفريم الكروم اللي موجود حوالين الشبكة الأمامية هنا في الجيل الثاني، هنلاقيه موجود برضو كمان في الجيل الأول، لكن شكله شوية مختلف في الفئة الأولى وفي الفئة الثانية كمان من الجيل الأول. الجيل الأول كمان هنلاحظ إنه ما عندناش سنسور ركنة أمامية، ما بتنزلش ستاندرد في الجيل الأول، لكن زي ما قلت بتنزل ستاندرد في الفئة أو في الجيل الثاني من العربية. برضو من ضمن الاختلافات هنلاحظها منظومة الإضاءة. منظومة الإضاءة في الأربع فئات، سواء في الفئتين اللي موجودين في الجيل الأول أو الفئتين اللي موجودين في الجيل الثاني، بتيجي LED ستاندرد في أودي A3 بشكل عام، ولكن الإضاءة النهارية بيبقى شكلها مختلف شوية، تصميمها الداخلي جوه الفانوس مختلف شوية. هنلاحظ مثلا الإضاءة النهارية اللي موجودة هنا فيها تقطيعة زي كده أربع خطوط بيدوا منظر مختلف. الإضاءة النهارية دي بتشتغل كمان كإشارات جانبية في حالة إن أنا احتجتها، أما الإضاءة النهارية هنا بتبقى خط مستقيم واحد زي ما احنا
شايفين، وبتيجي برضو ملهاش علاقة بالإشارات الجانبية. الإشارات الجانبية بيبقى ليها إضاءة مختلفة لوحدها موجودة هنا. فبالتالي دي كده سريعا أبرز الاختلافات في مقدمة العربيتين أو الجيلين، الجيل الأول والجيل الثاني من أودي A3. تعالوا برضو بقى ندخل على يعني الاختلاف الأبرز والأهم واللي بيخلينا نقول الجديدة كليا، منظومة الحركة في العربيتين. يلا بينا ندخل بقى في الموضوع على طول. وأبرز تغيير زي ما قلت لكم حصل ما بين الجيل الأول والجيل الثاني منظومة الحركة. مبدئيا هنا زي ما احنا شايفين عندنا مساعد بيساعدك في رفع الكبوت، الكبوت وزنه خفيف، بالإضافة كمان لتصفيح كامل أسفل المحرك مع بطانة داخلية جوه الكبوت. نفس الكلام ده موجود كمان في الجيل الأول من أودي A3 بالشكل اللي احنا شايفينه ده، برضو مساعد مع البطانة والتصفيح الكامل أسفل المحرك. الاختلاف حاصل في المحرك نفسه ونقل الحركة في الجيلين. هنا في الجيل الثاني والجديد كليا من أودي A3 المحرك الشهير التي اس اي ال 1400 سي سي التربو المتوصل على ناقل الحركة الشهير برضو الايسن الثمان سرعات. المنظومة دي كلها بتطلع ارقام قوة حصانية شهيرة وارقام نيوتن متر شهيرة برضو متعلقة بالعزم. عندنا 150 حصان و 250 نيوتن متر. السرعة القصوى للعربية 200 وشوية كيلو متر في الساعة، والعربية بتوصل لسرعة المية من الثبات في حوالي 8 ثواني و7 من 10 في الحدود دي. ده كده منظومة الحركة في الجيل الجديد. الجيل القديم كان بينزل بمحرك 3 سلندر وطبعا 1000 سي سي تربو 3 سلندر متوصل على ناقل حركة دي سي تي او دول كلاتش، بيجي دراي مش ويت، يعني بيجي جاف مش مبلل او مش بتبريد زيت، بيجي بتبريد هواء من 6 سرعات. المنظومة دي كانت بتطلع قوة بتوصل ل 115 حصان وعزم بيوصل ل 200 نيوتن متر. التسارع بتاعها من 0 ل 100 في 9.9 من 10 ثانية تقريبا، او 9 ثواني و9 اجزاء من الثانية. ده كده سريعا اهم اختلاف وابرز اختلاف ما بين الجيل الاول والجيل الثاني من اودي A3 منظومه الحركه. تعالوا بقى نتنقل على جنب العربيتين ونتعرف عليهم بشيء من التفصيل، نتعرف كمان على الابعاد لانه حصل اختلاف في ابعاد العربيه سواء في الطول او في العرض او في الارتفاع الاجمالي للعربيه. يلا بينا ندخل بقى على جنب العربيه ونبتدي بالجيل الثاني والجديد كليا من الاودي A3 اللي بقت اطول واعرض واكثر ارتفاعا عن الجيل الاول. طول العربيه الاجمالي 4.5 متر بالظبط، طبعا زايد حوالي 4 سنتي عن الجيل القديم. العرض بتاع العربيه كمان بقى حوالي 1.82 سنتي او 1.85 سنتي تقريبا، فهو برضو اعرض بحوالي 2 سنتي كمان عن الجيل القديم. طول قاعده العجلات زي ما هو 2.62 متر او 63 سنتي، والخلوص الارضي 15 سنتي برضو زي ما هو. يعني طول قاعده العجلات والخلوص الارضي فقط في ابعاد العربيتين هو اللي ما اختلفش، ما عدا ذلك العربيه بشكل عام اختلفت تماما. طبعا الاختلاف ده هينعكس بشكل كبير على اتساع المقصوره الداخليه للركاب وعلى مساحه الشنطه كمان. طيب الاوبشنز الموجوده بقى في الجنب عندنا هنا، مثلا هنلاحظ التريم الكروم اللي موجود حوالين الازاز الجانبي، هنلاحظ الازاز الخلفي بيجي فامي، الكلام ده كله ستاندرد في الفئتين بتاعه العربيه في الجيل الثاني. هنلاحظ كمان الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح من خلال البصمه. طبعا لاحظتوا ان انا اول ما دوست على البصمه كده المرايات قفلت. هنا المرايات قابله للضم اوتوماتيكيا مع قفل العربيه، لكن فتح العربيه لازم تفتح العربيه، يعني لازم تدور العربيه وتدخل جوه العربيه عشان المرايات تفتح معاك. لكن لو جيت تحاول تفتحها من خلال الريموت كنترول بالشكل ده هتلاحظ ان المرايات الجانبيه مش هتفتح معاك، لازم تدخل جوه العربيه وتدور. نفس الحكايه كمان الموضوع ده موجود في الجيل الاول وستاندرد برده من الفئه الاولى، مفيش فيه اختلاف. طبعا عندنا الاشارات الجانبيه ال LED اللي موجوده هنا في الجيل الثاني واللي موجوده كمان في الجيل الاول. فتحه السقف موجوده هنا في الجيل الثاني وتحديدا في الفئه الثانيه اللي هي الاس لاين، اما في الفئه الاولى مفيش فيها فتحه سقف. الجنط هنا مقاسه 18 انش، في الفئه الاولى بيكون 17 انش. طبعا بيجي توتون رصاصي فاتح مع رصاصي غامق، النقشه بتاعته مختلفه وجديده تماما عن اللي كانت موجوده في الجيل الاول اللي هنشوفها دلوقتي. الكيلس انتري زي ما قلت لكم للاربع ابواب في العربيه. تعالوا بقى نتنقل للجيل الاول من اودي A3. هنلاحظ اول حاجه شكل الجنط مختلف تماما حتى في الاس لاين، يعني هنا عندنا الفئه الاولى ومع ذلك برضو شكل الجنط زي ما احنا شايفينه بيجي مقاسه 16 انش. في الاس لاين اللي هي الاعلى في الجيل الاول برضو جنط شكله مختلف، لكن برضو ما بيكونش نفس الشكل بتاع الجيل الثاني. طيب عندنا مرايات الجانبيه برضو قابله للضم اوتوماتيكيا مع قفل العربيه، لكن مع الفتح لازم تفتح العربيه من جوه. يعني بصوا هقفل العربيه كده خلاص مش هتقدر هو المفتاح ده نلاحظ كده، انا هقفل العربيه هتقفل معايا المرايات، هاجي افتح العربيه
العربيه مش هترضى او المرايات مش هترضى تفتح لازم اركب وادور العربيه علشان المرايات تفتح. ما عنديش كيلس انتري او دخول عربيه بمفتاح المفتاح في الجيل الاول. الازاز الخلفي ما بيجيش فامي زي ما احنا عارفين في الجيل الاول، لكن في الجيل الثاني بيبقى فامي من الفئه الاولى. ما عنديش فتحه سقف كمان هنا. وبالنسبه للابعاد زي ما قلت لكم توقعت العجلات واحد ما اختلفش، والخلوص الارضي ما اختلفش. ده كده سريعا ما يتعلق بابرز السمات او ابرز الاختلافات ما بين الجيل الاول والجيل الثاني من اودي A3 2022. تعالوا بقى ننتقل لظهر العربيه ونتعرف على المساحات الخاصه بالتخزين او شنطه العربيه عامله ايه. يلا بينا هنتنقل بقى لظهر العربيتين. ومبدئيا كده اول حاجه هنقولها هو هنبتدي بالاختلافات ما بين الظهر في الفئه او الجيل الثاني والجيل الاول. مبدئيا منظومه الاضاءه الخلفيه بتيجي ال اي دي زي ما احنا شايفين. نلاحظ كمان الاضاءه واخده الشرط نفس الشرط اللي موجوده هنا هي اللي موجوده في الاضاءه النهائيه اللي موجوده قدام، وتيجي طبعا شكلها 3 دي او اقرب لل 3 دي. الاشارات الجانبيه في الظهر هنا بتبقى دايناميك بلانكر او بتتحرك جوه الفانوس بتدي منظر كمان شيك. من ضمن برده الاختلافات اللي موجوده هو طريقه فتح الشنطه. الشنطه هنا في الجيل الثاني بتفتح من خلال الرجل زي ما احنا شايفين كده، او من خلال الزرار اللي موجود في الريموت كنترول، او من خلال زرار موجود جوه الكونسول الامامي. طيب هنلاحظ ده شكل الريموت كنترول بتاع الجيل الاول والجيل الثاني. ده الجيل الثاني طبعا وده الجيل الاول، فطبعا في اختلاف كبير في شكل الريموت كنترول. نلاحظ كمان ان الجيل الاول هنا بيجي بمفتاح بالشكل ده، فيعني طبعا ده فرق كبير في الشكل. طيب عندي الزرار هنا بتاع الشنطه زي ما قلت لكم بتدوس عليه ضغطتين بيفتح لك الشنطه. مساحه الشنطه هنا 425 لتر مستغله بشكل كامل، باستثناء انه شفه التحميل هنا مرتفعه وده طبيعه العربيات السيدان بشكل عام. عندي دور سفلي موجود هنا موجود فيه الاستبن والعده الخاصه بالاستبن مع مكان لتعليق الكفر اللي موجود هنا، علشان يعني لو انا هطول شويه في الشغل هنا فعندي جزء للتعليق هنا، يعني حركه ذكيه كده وشيك من اودي كالعاده. طيب عندي وحده اضاءه صغيره، ما عنديش بقى هنا اماكن مختلفه او اي حاجه تجهيزات مختلفه باستثناء فتحه 12 فولت موجوده هنا، فتحه 12 فولت خلفيه. ما عدا ذلك كل حاجه مظبوطه ما فيش فيها اي مشكله. طبعا زي ما قلت لكم ان الكنبه الخلفيه قابله للطي 40 60 بتزود مساحه الشنطه لاكثر من 425 لتر. الازاز الخلفي بيبقى حجمه كبير شويه وبيجي طبعا فامي وبيبقى جواه سخانات عشان الشبوره والضباب مع انتنه زعنفه القرش اللي موجوده هنا مع كاميرا خلفيه كمان موجوده وسنسور الركن الخلفيه اللي بتبقى تجهيز قياسي في فئات الاودي الاي 3 موديل 2022 بشكل عام. طيب تعالوا بقى نروح على الجيل الاول. الجيل الاول هنلاحظ اول اختلاف هو الفوانيس الخلفيه. الفوانيس الخلفيه بتيجي ميكس ما بين ال اي دي وما بين الهالوجين. هنلاحظ بالشكل ده طبعا هنا هتلاحظ ان الاضاءه دي بتيجي هالوجين، لكن الاضاءه الرئيسيه بتاعت الفانوس بتيجي ال اي دي. الفانوس طبعا مقسوم نصين زي ما موجود في الجيل الثاني بالظبط. وهنلاحظ كمان ان الشنطه بتفتح باكتر من طريقه، ممكن افتحها من هنا او ممكن افتحها من خلال ضغطتين على ريموت كنترول، ولكن مش كهربائيه وما فيش فيها سنسور اللي هو الخاص بالرجل. مساحه التخزين هنا تقريبا برضو يعني اقل حاجه بسيطه، انا مش فاكر بالظبط الرقم، ولكن تقريبا نفس التقسيمه بنفس الاوبشنز. يعني عندنا هنا مساحه تخزين ما فيش 12 فولت واماكن لتعليق الاكياس والدور السفلي اللي موجود هنا اللي موجود فيه الاستبن والعده الخاصه بالاستبن مع مكان برضو لتعليق الظهر اللي موجود هنا. فهنلاحظ برضو وحده الاضاءه ال اي دي اللون الابيض اللي موجوده برضو في نفس المنطقه اللي موجوده في الجيل الثاني. كاميرا خلفيه موجوده هنا، لا مفيش هنا كاميرا خلفيه، مفيش هنا كاميرا خلفيه في الجيل الاول، لكن في الجيل الثاني في الفئتين بيكون في كاميرا خلفيه. طيب عندنا هنا سنسور ركن خلفيه كمان ودي موجوده ستاندرد زي ما احنا متفقين في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف. طيب ده كده سريعا الظهر. تعالوا بقى نتنقل للكنبه الخلفيه ونتعرف اكتر على مقصوره الداخليه للركاب في اودي اي 3 في الجيلين. الجيل الكنبه الخلفيه في الجيل الاول من اودي اي 3. مبدئيا المساحات، المساحات الى حد ما مقبوله، ما هياش واسعه قوي وما هياش ضيقه برضه. يعني انا لاحظ مثلا عندي حوالي اربع صوابع هنا ما بين ركبتي والكرسي الامامي. الكرسي الامامي الظهر بتاعه الجزء ده بيجي من البلاستيك ومنحوت في الجزء ده علشان يديك مساحه اكبر كمان للركبه مع مساحات تخزين شبكيه موجوده هنا. هنلاحظ كمان ان الفرش بالكامل بيجي من القماش هنا في الفئه الاولى. الفئه الثانيه مش فاكر بالظبط اذا كان من الجلد ولا لا، لكن ده برضه موجود في الجيل الثاني من الاودي الاي 3. في الفئه الاولى بيكون قماش، في الفئه الثانيه بيكون من الجلد، هنتعرف عليه دلوقتي. طيب عندي فتحات تكييف خلفيه من الفئه الاولى ودي حاجه كويسه. عندنا كمان مدخل 12 فولت موجود هنا، طبعا مش ولاعه دي، يعني ده غطى للبتاع للفتحه. فتحه 12 فولت موجوده برضه من الفئه الاولى. نفق الفتيس مرتفع كالعاده وكعاده عربيات اودي، معظم عربيات اودي بيبقى نفق الفتيس هنا مرتفع علشان ناقل الحركه بشكل كبير. هنلاحظ كمان الفرش بيجي من القماش زي ما قلت. القعده كمان مريحه الى حد كبير، وعندنا كمان اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال او الايزوفيكس. مفيش مسند ايد خلفي
وامكانيه طي الكنبه الخلفيه 40 60 زي ما اتفقنا احنا بنتكلم في الشنطه لزياده مساحه الشنطه بقدر المستطاع. طيب هتلاحظ كمان وجود اير باج موجوده هنا في القوايم الخلفيه، يعني في الجزء ده كمان هتلاحظ وجود اير باج زي ما اتفقنا. العربيه هنا السيفتي باكج بتاعتها بشكل عام في عربيه اودي السيفتي باكج بتبقى واحده ما بين الفئات، دي حاجه ما بتميزش ما بين الفئات وبعضها. لما نطلع قدام ان شاء الله هنتكلم بشيء من التفصيل عن السيفتي باكج. مساحات الراس كمان معقوله الى حد ما، ما هياش كبير قوي وبرده مش صغيره يعني ما تضايقش قوي، ولكن بشكل عام الكنبه الخلفيه تاخد 2 في حجمي مستريحين، اكتر من 2 هيبقى الموضوع صعب جدا. لو طبعا اطفال الوضع ممكن يختلف، ممكن تاخد 3 اطفال مستريحين. الماتيريال المستخدم في الابواب الخلفيه بيبقى سوفت ماتيريال بس ناشف شويه، لكن سوفت ماتيريال. هنا هنلاحظ كمان هنا بيبقى البطن بتاع الباب من القماش، وهنا كمان سوفت ماتيريال في المقابض بتاعه الابواب، والجزء السفلي من الباب بيكون من البلاستيك. يعني الميكس ما بين البلاستيك والسوفت ماتيريال، هو تحسه سوفت ماتيريال بس مش سوفت، يعني حاجه ماسكه شويه بس برده مش يعني في نفس الوقت مش ما هوش بلاستيك، انا مش عارف احدده بالظبط. لكن بطن الباب بيجي من القماش مع اماكن للسماعات الموجوده هنا، وزي ما قلت لكم الجزء السفلي بيكون من البلاستيك. تعالوا بقى نتنقل للكنبه الخلفيه في الجيل الثاني من اودي A3 الجديده كليا. الكنبه الخلفيه في اودي A3 الجيل الثاني 2022، طبعا واضح جدا فرق المساحات اللي نقدر نقول عليه كبير الى حد ما. هنلاحظ سواء الركبه هنا مساحتها كبيره جدا، ارتفاع الكرسي عن الارض القابل للضبط بالمناسبه، وفي المناسبه كمان انا نسيت اقول لكم ان هو في الجيل الاول كمان قابل لضبط الارتفاع ولكن يدويا، لكن هنا في الفئه الثانيه من الجيل الثاني بيكون ضبط الارتفاع بتاع الكرسي وكل حركات الكرسي بتاع السائق بتكون كهربائيه، اما كرسي الراكب الامامي فبيكون دعم القطنيه فقط هو اللي كهربائي، اما حركات الكرسي فبتكون يدويه بالكامل. طيب عندي ارتفاع القدم، ارتفاع مناسب جدا، ارتفاع او المسافه بتاعت الركبه، ارتفاع السقف كمان، السقف كمان تحسه منحوت على اكتر من مستوى. المستوى الاول موجود هنا عندنا فتحه سقف كبيره موجوده زي ما اتفقنا في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى. المستوى الثاني في المنطقه الخلفيه هنا هتلاحظ ان هنا في نحته موجوده وهنا نحته موجوده او فراغ موجود وفراغ موجود، وبعدين في بروز موجود هنا اللي محطوط فيه الاضاءه الخاصه بالمنطقه السفليه او المنطقه الخلفيه من مكسوره الركاب. من ضمن الحاجات البسيطه اللي ضايقتني هو الجزء ده، انا دايما بعلق على موضوع مساند الراس دي ان هي دايما بتكون في مكان مش مناسب قوي عند الرقبه، فتحتاج تظبطها شويه وانت راكب يعني ايه علشان تبقى قاعد مرتاح. عندنا مسند ايد خلفي موجود هنا مع 2 كاب هولدر موجودين، مفيش ايزي اكسس، ولكن الكنبه الخلفيه قابله للطي 40 60 علشان تديك مساحه اكبر زي ما اتفقنا لدخول الشنطه. طيب من ضمن برضو الحاجات المميزه ايه ده؟ ده تصدقوا فيه يا جماعه ايزي اكسس، انا ما خدتش بالي من الموضوع ده اهو، ده عظيم جدا والله. طب والله كويس، يعني لسه واخد بالي منها حالا وانا معاكم. ده موجود ليها زرار كده صغير، ده عظيم جدا اهو الشكل ده، تعمل كده من هنا كده يديك ايزي اكسس للشنطه، ودي حاجه برده كويسه جدا. طيب اماكن تثبيت مقاعد الاطفال، الفرش من الجلد بالكامل هنا في الفئه الثانيه، في الفئه الاولى بيكون من القماش. عندنا فتحات تكييف خلفيه مع فتحه 12 فولت نفس اللي موجوده في الفئه الاولى. طبعا عندنا برضو عدد الاير باجز متساوي، وبالتالي عندنا مجموعه كبيره من عوامل السلامه والامان هنا في الجيل الثاني من اودي A3. طيب هنلاحظ تصميم الكرسي، ودي احد النقاط اللي ما كانتش عجباني قوي الحقيقه في العربيه، ان تصميم الكرسي هنلاحظ انه مسند الراس مدمج في الكرسي، فده طبعا هيديك اعاقه للشخص اللي يركب ورا ان هو يشوف المنطقه اللي قدامه، هتحتاج يعني تعمل كده عشان تعرف تشوف الشارع اللي قدامك. نفس المشكله اللي كانت موجوده في الاودي بشكل عام زي ما اتفقنا، نفق الفتيس المرتفع اللي هيعيق جلوس شخص ثالث هنا في المنتصف لو كان حجمه كبير او فطولي او وزني، لكن لو اطفال هتبقى الدنيا اوسع بكتير. لكن بشكل عام الجلوس او في رحابه محسوسه بشكل كبير في المقصوره الداخليه للركاب هنا في الجيل الثاني. من ضمن برضو الحاجات الغريبه اللي شفتها هو البلاستيك، البلاستيك المستخدم هنا اهو في الباب في المنطقه العلويه من الباب هنا، ده الجزء ده كله بيجي من البلاستيك، والجزء ده كمان مع مقابض الابواب مع الامبينت لايت الموجود هنا. عندنا هنا طبعا 6 الوان تقريبا للامبينت لايت موجودين في العربيه، لكن البطن بتاع الباب بيجي من الجلد، والمسند الطاير اللي موجود هنا بيجي من البلاستيك بلون مختلف لون الجلد، والمخدع بتاع الكوع بيجي من السوفت ماتيريال، وبتنزل لتحت بتلاحظ البلاستيك برده موجود، فبلاستيك مستخدم بشكل كبير في الباب شويه. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالجزء الخلفي من مقصوره الركاب في الاودي الاي 3 في الجيل الثاني بتاعها، وتحديدا في الفيرجن الاس لاين او الفئه الثانيه. تعالوا بقى نطلع للكونسول الامامي لاودي اي 3 ونتكلم اكتر بقى عن الانفوتينمنت سيستم وعلى عوامل السلامه والامان وعلى ابرز الاختلافات ما بين تصميم الكونسول الامامي في الجيل الاول والجيل الثاني. يلا بينا.
مبدئيا التصميم المختلف والمميز مختلف 180 درجه تقريبا عن التصميم اللي موجود للكونسول الامامي في الجيل الاول. معلومه مهمه جدا، تصميم الكونسول الامامي في الاودي الاي 3 في الجيل الثاني اللي معانا النهارده من تصميم شركه لامبرجيني. شركه لامبرجيني طبعا معروفه اكيد للسوبر كارز اللي بتنتجها، وطبعا معروف كمان ان هي بتنتمي لمجموعه فولكس فاجن، واودي كذلك بتنتمي لمجموعه فولكس فاجن. فبالتالي التصميم بتاع الكونسول الامامي هتلاحظوا ان هو واخد كتير جدا من تصميمات لامبرجيني، وتحديدا الاورس اللي هي الاس يو في الوحيده من لامبرجيني. طيب خلونا بقى نبعد عن التصميم شويه، نبتدي بعمل السلام والامان في العربيه اللي هي بتنزل واحده وستاندرد في الفئتين بتاعت العربيه، مفيش فيها اي اختلاف. 6 ايرباج، انظمه الفرامل الكامله موجوده في العربيه من اول فئه، بالاضافه كمان لانظمه الثبات الالكتروني المختلفه. عندنا كمان تاير بريشر مونيتورنج، وعندنا كمان سنسور ركن اماميه وسنسور ركن خلفيه وكاميرا رجوع خلفيه. طيب سريعا كده هنلاحظ ان الشورت كات الموجوده عندنا هنا، عندنا الاي اس سي او نظام الثبات الالكتروني، الاوتو هولد موجود هنا، فرامل الايد الكهربائيه اللي موجوده هنا كمان، مع زرار الستارت ستوب انجن في الفئتين، بالاضافه كمان للانفوتيمنت سيستم وشاشه العدادات اللي برضه واحده في الفئتين. شاشه العدادات هنا بتيجي ديجيتال 10 وربع انش، وشاشه الانفوتيمنت سيستم بتكون 10 و1 من 10 بوصه تقريبا. بتيجي طبعا تاتش سكرين وابل كار بلاي واندرويد اوتو، ولكن فيها يو اس بي تايب سي، فلو انت معاك ايفون هتعاني شويه علشان تلاقي وصله ايفون تمشي مع التايب سي هنا، يعني انا نصحتك لان انا عانيت من الموضوع ده. لكن هي فيها ابل كار بلاي، بتدعم اتصال بالهاتف الذكي من خلال ابل كار بلاي واندرويد اوتو. الفيديو سيستم مختلف تماما عن اللي موجود كمان في الجيل الاول، طبعا بتيجي الشاشه تاتش سكرين، ودي برده من ضمن المميزات لانه عندنا في الجيل الاول انا اتعرف عليها الشاشه ما بتبقاش تاتش سكرين، بتبقى الشاشه ببكره مع وحده تحكم موجوده هنا، لكن التحكم في الصوت من خلال مجموعة أزرار موجودة هنا، وبتيجي تاتش زي ما احنا شايفين كده. ماشي. طيب ممكن كمان ميوت بشكل سريع من هنا، يعني وحده التحكم هنا ظريفه، هو زرار كليكابل وفي نفس الوقت تاتشبل، يعني ممكن بالتاتش وممكن تضغط علشان تزود صوت او تقلله. فتحتين يو اس بي تايب سي موجودين، مفيش وايرلس شارجر، مع امبيانت لايت موجود لاكثر من لون، هنلاحظ ان هو بيجي بلون اخضر، موجود في الابواب كمان باللون الاخضر على حسب اختيارك، موجود اكثر من لون، لكن في الفئه الاولى بيكون لون واحد فقط، في الجيل الاول بيكون لون واحد فقط برضه. طيب عجله القياده برضه من ضمن الاختلافات اللي ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه في الجيل الثاني من الاودي الاي 3. هنا نلاحظ ان هي واخده شكل الدي شيب في الاس لاين، اما في البيز او في الاساسيه او في الفئه الاولى بيكون دائريه، عجله قياده دائريه عاديه، ولكن الاثنين بيجوا مالتي فانكشن. هنا عندي شيفت بادلز موجوده، عندي كروس كنترول، ليه دراع موجود هنا طبعا مثبت ومحدد الاثنين مع بعض. شاشه العدادات بتوضح لي كل المعلومات بشكل ديجيتال او شكل رقمي، ما فيش فيها اي اختلاف. الانفوتيمنت سيستم سريع الاستجابه وسهل، الايكونز بتاعته واضحه ما فيش فيها اي اختلاف. التكييف بيجي فتحاته على مستويين، مستوى موجود فوق هنا والمستوى الثاني موجود تحت في عند الراكب الامامي، مدي منظر شيك مع تطعيمات كمان من تحس ان هي زي كروم كده او بلاستيك رصاصي فاتح، مديها منظر شيك للعربيه. التكييف هنا بيجي الدول زون او منطقتين، وبيجي طبعا اوتوماتيك، وكذلك برده نفس الحكايه في الفئه او في الجيل الاول لما نروح كمان هنتعرف عليه. عجله القياده تلسكوبيك قابله لضبط الارتفاع بتاعها، وكمان بتدخل وتخرج لو حابب تظبط اي حاجه فيها. طبعا منظومه الاضاءه بتيجي اوتوماتيكيه بالنسبه للكراسي الاماميه، كرسي السائق بيبقى الضبط بتاعه كهربائيا بالكامل بالاضافه لدعم القطنيه، اما كرسي الراكب الامامي بيكون دعم القطنيه فقط زي ما قلنا واحنا بنتكلم في الكنبه الخلفيه، دعم القطنيه فقط هو اللي بيكون كهربائي، اما بقيه الاتجاهات بتكون يدويه. في الفئه الاولى كل حاجه بتبقى يدويه، ما فيش فيها اي حاجه كهربائيه. بيعجبني جدا الكادر اللي موجود هنا لانه بيوضح معايا فتحة السقف اللي موجودة، عندنا فتحة سقف حجمها كبير إلى حد ما، ما هياش بانورامية ولكن حجمها كبير، ودي حاجة مميزة جدا في العربية. عندنا الكونسول العلوي الموجود هنا في إضاءة موجودة بالشكل ده، إضاءة طبعا بتيجي LED مع مراية خلفية ذاتية التعتيم أو أوتو دامينج، وبتيجي فريمليس زي ما احنا شايفين. الماتيريال المستخدم بيبقى سوفت ماتيريال، سوفت ماتيريال الجزء ده كله بيبقى سوفت ماتيريال، أما في الأبواب فبيكون من فوق بيجي سوفت ماتيريال ومن تحت بيجي تطعيمات من الجلد مع مقابض بتيجي بنفس لون الفرش، وبيبقى طبعا بلاستيك مع سوفت ماتيريال. مجموعه ازرار موجوده هنا متعلقه بالتحكم في السنسورز، سواء السنسور بتاع المطره او سنسور الاضاءه اللي موجوده، ومن ضمن الحاجات اللطيفه فيها ان هي بتبقى يعني تاتش، ودي حاجه برده لطيفه قوي. هنلاحظ كمان عندنا ايه تاني، وحده تخزين صغيره موجوده هنا، جلافز بوكس كمان موجوده هنا، جلافز بوكس فيها جواها تطعيمات او يعني متبطنه بالمخمل كده شكلها شيك، مع وحده اضاءه صغيره، وعندك كمان الفيست الخاص بحالات الطوارئ
لا قدر الله لو احتجت ليه في اي وقت من الاوقات من ضمن حاجات الطوارئ اللي موجوده في العربيه. وطبعا وحده التكييف اللي موجوده هنا تبقى عباره عن شاشه وممكن زي ما احنا شايفين كده تبقى اوتوماتيك وتيجي دول زون زي ما اتفقنا. من ضمن برضو الاضافات اللي موجوده هنا في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى الدرايف مود سيلكتر. عندنا هنا اكتر من مود قياده للعربيه افشنسي كومفورت اوتو دايناميك او انديفيدوال تختار فيه اللي انت محتاجه. لو اخترنا الانديفيدوال اعتقد بيكون قابل لضبط اكتر من حاجه في العربيه. عندنا درايف وعندنا الستيرنج كمان اذا كان كومفورتبل او بالانس او سبورت في حاله ان انا همشي على سرعات عاليه بيظبط لي نظام التوجيه. طبعا نظام التوجيه في العربيه بيبقى الكتروني او نظام التوجيه بتاع عجله القياده بيكون الكتروني. مسند ايد خلفي قابل للاطاله او مسند امامي عفوا قابل للاطاله مع مساحه تخزين صغيره موجوده تحت منه مع اثنين كاب هولدر حاطط فيهم كوبايه القهوه بتاعتي مع فرامل الايد الكهربائيه ومكان للولاعه. عصايه نقل الحركه مش عصايه تقليديه شيفت باي واير. قلنا طبعا ان هو ايسن 8 سرعات اللي شفناه قبل كده في الاوكتافيا وموجود كمان هنا في الاودي الاي 3. شيفت باي واير شكله شيك ورياضي وطبعا مع تطعيمات من بيانو بلاك موجوده حواليه. البيانو بلاك برده موجود حوالين الشاشه بتاعت الانفوتيمنت سيستم وموجود كمان حوالين الوحده او شاشه العدادات الرقميه اللي موجوده هنا. الاحظ برده زرار الستارت توب انجن موجود هنا وطبعا برده بيجي بتطعيمات من البيانو بلاك. الفرش بيجي طبعا زي ما احنا شايفين جلد باللون الفاتح شويه بيبقى شكله شيك برده ومميز في العربيه. ده سريعا الكونسول الامامي في الاودي الاي 3 الجيل الثاني. تعالوا بقى نتنقل للكونسول الامامي في الاودي اي 3 الجيل الاول ونتعرف على ابرز الاختلافات واللي اهمها التصميم بتاع الكونسول الامامي. يلا بينا. الكونسول الامامي في الفئه الاولى من الجيل الاول واضح جدا الاختلاف في التصميم. فتحات التكييف الدائريه اللي بتيجي على مستوى واحد. الماتيريال المستخدم هو السوفت ماتيريال. شاشه الانفوتيمنت سيستم المخفيه لكن التحكم فيها ما بيكونش عن طريق التاتش لكن بيكون من خلال كنترولر موجود هنا او بكره موجوده هنا تتحكم فيها من كل حاجه. عندنا شافت بادل موجوده زي ما احنا شايفين من الفئه الاولى ولكن ما فيش زرار ستارت ستوب انجن. عندنا المفتاح موجود هنا مفتاح مطوه بالشكل ده و بامكانيه اداره المفتاح او اداره العربيه من خلال المفتاح. اول ما بتدور زي ما شايفين المرايات الجانبيه بتفتح وشاشه الانفوتيمنت سيستم بتبدا تطلع لفوق وبتبان معايا لكن زي ما احنا قلنا ما بتجيش تاتش بيجي من خلال التحكم فيها من خلال الكنترول الموجود هنا. نقل الحركه او عصايه نقل الحركه اللي هو 6 سرعات الدور كلتش اللي بيجي درايف مشويت زي ما اتفقنا. اثنين كاب هولدر موجودين ما فيش امبينت لايت. الامبينت لايت هو لون واحد موجود اعتقد في الدواسات او حاجه زي كده مش متاكد قوي لكن عندنا فتحه 12 فولت ما فيش فتحات يو اس بي نهائيا لكن في فتحه اي او اكس موجوده اسفل مسند الايد اللي بيجي من القماش. فتحه اي او اكس موجوده هنا. مسند الايد قابل للاطاله زي ما احنا شايفين. فرامل ايد كهربائيه مع اوتو هولد ووحده التحكم في الصوت موجوده هنا جنب الكنترولر. عجله القياده بتيجي مالتي فانكشن زي ما اتفقنا وعلى يمينك هنا وحده التحكم في الانفوتيمنت سيستم على شمالك وحده التحكم في الشاشه الوسطيه اللي موجوده جنب او في نص شاشه العدادات او منطقه العدادات لان هي مش شاشه هي عدادات انالوج عاديه او عدادات عقارب. على يمينك موجود عداد السرعه وعلى شمالك موجود عداد الار بي ام وتحت عداد السرعه موجود مؤشر البنزين وتحت عداد الار بي ام موجود مؤشر الحراره. كروس كنترول موجود هنا مثبت ومحدد مع بعض مع مرايه خارجيه او مرايه خلفيه بتبقى اوتو دامينج او التعتيم بتاعها بيكون ذاتي. فريمليس برضو زي ما موجوده في الجيل الثاني. التصميم طبعا مختلف تماما زي ما احنا شايفين. مفيش تطعيمات بيانو بلاك موجوده في التابلو من قدام او في الكونسول الامامي ولكن عندي تطعيمات هنا موجوده من الكروم كده شكلها برضو بيدي منظر رياضي شويه. عندي كمان الفتحات التكييف الدائريه بتدي منظر رياضي للعربيه بالاضافه كمان للحليه اللي حواليها دي بتفتح وتقفل فتحات التكييف يعني مش بس حليه مجرد زينه لا كمان بتفتح وتقفل فتحات التكييف. طيب شاشه الانفوتيمنت سيستم قفلت لما لاحظت ان انا مش ما دورتش العربيه لكن لما اجي ادور العربيه هتلاحظ كده مثلا اهو هتبدا شاشه العدادات او شاشه الانفوتيمنت سيستم تطلع مره ثانيه. ما عنديش فتحه سقف موجوده في الفئه الاولى من الجيل الاول ولكن يعني معظم التجهيزات موجوده ما فيش فيها مشكله. مثلا الاي اس سي موجود هنا او نظام الثبات الالكتروني. الاوتو هولد موجود هنا. عندنا هنا جزء خاص لاغلاق الشاشه لو انت عايز تقفلها او تفتحها زرار خاص بيها. التكييف بيجي مش دول زون ولكن بيجي اوتوماتيك في الجيل الاول هنا. وعجله القياده قابله للضبط بتاعها في اربع اتجاهات زي ما احنا شايفين. كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الاثنين بيكون الضبط بتاعهم يدويا بالكامل والفرش بالكامل في العربيه هنا بيبقى من القماش. ماتيريال الابواب بيبقى ميكس ما بين البلاستيك وما بين القماش تطعيمات القماش اللي موجوده هنا وما بين الجلد اللي موجود عند مخدع الايد.
ده كده سريعا الكونسول الامامي في الفئه الاولى من الجيل الاول من اودي اي 3، اللي اتمنى انه يكون وضح لنا جدا ابرز الاختلافات ما بين الجيلين في التصميم الداخلي للكونسول الامامي وبشكل عام الماتيريال المستخدم فيهم. بكده نكون وصلنا لنهاية الريفيو بتاعنا او المقارنة بتاعتنا ما بين الجيل الاول من اودي اي 3 والجيل الثاني والجديد كليا من اودي اي 3 برضو. اشكركم جدا على متابعتكم، اتمنى ان انا اكون قدرت اوضح لكم ابرز الاختلافات ما بين الجيلين وابرز التجهيزات اللي موجودة في الجيل الثاني موديل 2022 من اودي اي 3. اشوفكم على خير ان شاء الله في عربية جديدة وريفيو جديد ومقارنة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.